كانت مباراة صعبة، كان منتظر لأن لعبنا ضد فريق طموح، فريق كان عنده رغبة كبيرة باش يعني يخلق المفاجأة اليوم ويترشح. الحمد لله تضعنا لله، احترمنا فريق التشيرة، تحولنا كطاقة فني كامل. شفنا في مباراة الملعب المغربي استاد ماروكان، حتى ولو زميلي المدرب يعني خبى أوراقه يعني وخبى رتح بعض اللاعبين كنا فاهمين قصده. تحضرنا الحقيقة مش تكون صعيبة، كما قلنا ما فماش راهو في مسابقات الكأس على مباراة فرق في الدرجة الثانية نجم تكون أفضل حتى من فرق الدرجة الأولى، وهذا اللي شفناه اليوم. مما صعب يعني صعب مهمتنا هو لما تخلق فرص ضد كتلة تحتية نازلة بزاف الكتلة وتنجح باش تخلق فرص، لازمك تحط فرص يعني تماركيهم، ما ماركيناش، صعبنا يعني المهمة وخلينا فريق تشيرا يطمع في التسجيل في المرتدات أو في العودة. كان له ذلك مع التسجيل هدف الأول، ثم أحقية رجعت يعني الفريق نتيجة مشكورين لاعبي فريقي وحظ أوفر يعطيهم الصحة فريق تشيرا مدربهم طاقمهم ولاعبين قدموا مباراة في مستوى اليوم نزول، لكن إن شاء الله واعيين بشيء هذاك. مثلا اليوم حريمات ربي حريمات مبداش ليس عدم احترام للفريق لأنه فقط حس بأوجاع وحبينا نحافظ عليه، لكن شفتوا يعني حريمات قيمته لما دخل يعني تقريبا هو مركز 2 أهداف بالقيمة قيمتين. هذا بالنسبة للفريق يعني مدينة أكادير وجهة أكادير بصفة عامة لها كل الاحترام بطبيعة الحال، وأنا سعيد جدا أكون متواجد، لكن هناك خاصية في سكان أكادير وهذه الأديان ديالهم يعني ناس يعني تبارك الله عليهم في المجال الاجتماعي في المجال العملي، ناس معروفين في الأديان ديالهم بالشجاعة بالتضحية، وهذا تاريخ يعني المنطقة هذه بالمغامرة، ربما نزيد مغامرة، ربما أشياء أخرى في التجارة في الأشياء مثل هذه المحافظة، هذا كل ديان اللي يكون يعني لاعب سوسي في الموارح نعرفين ولو أنا تونسي لكن مطلع عن الأواء، وهذا بلو فاليو للمغرب في التنوع عن المغرب بلو فاليو، معناتها تبارك الله عليهم على كل حال. بالنسبة للشق الثاني سؤالك، شوف كل فريق في الموسم في العالم كامل جي دي مومون، معناتها فترات يعني ينزل فيها المستوى وفترات يطلع فيها المستوى. الحمد لله إذا كان صحيح فما نقص شوية في المستوى، وهذا راجع لعدة غيابات، بعض نوع من الإرهاق، وراجع أيضا إلى حظنا لما نلعب هنا نلقى شراسة اللي ما يلقاوهاش يعني الفرق الأخرى إلا ضد الجيش، شراسة غير عادية شفتها في مباراة أكادير. لو كانت هذه الشراسة فريق أكادير لعب بها كل مباريات رغم بين 3 أوائل اليوم في الدوري وليس في المكان ديالو، لو ترجع الإرادة والتشجيعات اللي صارت في هذه المباراة والتاكل في الرقبة وهذاك الشيء شفناها غير في مباراة الجيش. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور، كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.